يا ابو سعد خيال خيال وذنك توحار عوده وتشوف برقه ليالاح والسيل مع كل وادي يا ابو نقا كيف الاحوال درب القشر لا تعود وتعيش في الوقت مرتاح ثم واصل يا بلادي أخوك متريح البال ما بين قصره وذوده وانتم لكم لجة صياح وثر آخرتها دوادي نشدت عن طيب الفال والنعمة أكبر شهوده ما رنت صدرك بعد فاح تحتاج صبر المهادي الناس ماضي ولا زال كلم بيثبت وجوده للصالح نقول مصلح والغادي نقول غادي هلا العملة ريال بريال ما حد مضيع نقوده لا خابرك سرق ومزح ومساعدك عشر ايادي نعرفك شاعر ورجال لكن صايبك زوده كم واحد لارتفع طاح واصبح عشل الحنادي بضاعه بسوق عمال ما فوقها خاتم جوده اشماق غتره بكرتون تفاح والناس يشرون عادي موحيت بوتين وش قال قامت تقعد احزن وده ان قلت سفاح سفاح والجمر تحت الرمادي الله يهود نتعبد تمثال لا رحم من هم يهود مذهب انت ابغي يصلح ما رحت في ضبال مبادي الصبر من يمك مطال والشيخ باحت سدوده أشحن سلاح فلك سلاح الله يثبت في وادي أعرف
عارف ابو بكر وبلال والدين عارف حدوده وانته لو ما فيه قرقح غاديت والدين غادي. الله وصلك من الكيف فنجال باقى العشافي وعوده ما دام قدر العشافه لا تشتوون الجراد. لو فمك مقفول بقفل ما خش في فمك دوده وتقول يا الله يا وفتح احفظ شرابي وزادي. أخير حل للإشكال دام الليالي معدودة ابن خلف وابن شلاح يا شاكي من اضطهادي. مع هدرة جمال الجمال كل قوية عضوده وإن شفت فذا وطيح يمكن يقطع قيادي.